هم لا قبل الدخول بالمباريات انا ما وصفت التظاهره مو بوقتها مو بوقتها وقت الوقت المناسب الوقت يعني. المناسب انت تريد تظاهر انتظر نهايه الدوري انت هسه فريق جاي يلعب تظاهر شو تريد تسوي تفلش الفريق قول هيئه اداريه قدمت استقاله منو راح يمشي الامور عقود اللاعبين منو راح ينطيها الفريق راح يتفلش يمكن راح يطلع يمكن يرجع مركز انت بدل هسه هو مركز ثاني او مركز ثالث يمكن راح يرجع لك يروح مركز 18 مثل ما الان معمول بالقوه الجويه اكو نعم مؤقته نفس الشيء القوه الجويه هم يعني صارت بها تغير الكابتن القوه مع طرح احمد يقول مظاهرات مؤقته لا انا الكابتن القوه الجويه العفو القوه الجويه حاله تختلف صدقني الكادر التدريب واللاعبين بعيدا كل البعد عن كل ما يحصل في القوه الجويه ودا يؤدون بروح الفريق يعني احكي لك اياها انا الفريق القوه الجويه الوحيد الفريق اللي جاي تشاهد فريق يلعب شلون ترجع لك فتره التسعينات انه يجون الفريق هذا بقياده المرحوم كابتن ناطق هاشم كان يجون فريق ما مهتم لاي امور اي ضغوط اي كان ضغوط الحصار ولا مهتمين جايين بس يريد يسعدون الجماهير وكذلك باقي الفرق الجماهيريه على الاطلاق يعني الزوراء والطلبه والجويه والشرطه بديش الفتره كانوا بهذا الموضوع انهم يريد يسعدون الجماهير ويحافظون على اسمائهم هسه احنا ما جاي نشوف هذا الشيء جاي اشوف فقط فريق القوه الجويه نعم تفضل عفوا قاطعتك العفو انا جزء اختلف عن زميل واخي بس مرات لاعب يتاثر بابسط الاشياء بالمشاكل اللي تحدث وشفنا اللي صارت المشاكل بالقوه الجويه وصارت انحدار بنتائجهم بعدين اللاعبين هم اللي كانت لهم مقفى اللي هم رادوا هم يقوموا ينتشون النادي من هذا الواقع هذا الشيء إيجابي أمنياك بس كمظاهرات اليوم هذا الوقت مو بكده إن ليش شو وقت راح يصير ما صار لنا إلا 6 سنوات إلا 7 سنوات هو الزوراء هو شنو اللي محصل عليه أنا أبقى أنتظر بعد سنة والسنة لا كابتن ليش قبل ما ينطلق الدورة ظاهرت أنت من خلال الفريق يدخل بالمنافسة إحنا هاي المظاهرات يجوز إجت بكت اللي الاخ غيث والاخوان اللي قاموها الدعوه واللي سمعوا واللي كذا اللي صار فطلعت المظاهرات على هذا الاساس وسوء النتائج اللي طلعت بس هي القضيه صارت ماشيه من 4 أشهر كان اخ علي يعرف هاي الامور زين اللي قامت الدعوه ومحمود كريم وغيث عبد الغني هذا كان سبب اليوم انا النادي اذا اريد اوصل انا ما ممكن أن رئيس نادي يطلع يصرح لي يقول لي انا مو بالضروره بناخذ دوري كل سنه اخذ دوري هذا ماكو استراتيجيه توضح النادي بناني المفروض كل سنه اخذ دوري افضل انديه العالميه تقول لك انا هو هدفي الوحيد وهو الحصول على الدوري ما ممكن انا اجي اطلع واصرح والله رئيس نادي مو بالضروره تاخذ دوري بعد انا شنو انا عامل بالنادي واخذ استراتيجيه للنادي تقول هذه التظاهرات في وقتها نعم واجت نتيجه سوء نتائج ودعاوى اقيمت نعم. من نجوم الزوراء نعم بعد وينكم من التظاهر نجوم الزوراء ولا واحد اليوم بالمظاهر لا احنا من راح تظاهرنا اخي علاوي من راح تظاهر احنا